ويبقى معنا من جزيرة لا بالما معاذ حامد مراسلنا هناك. معاذ، كيف يتطور النشاط البركاني في جزيرة لا بالما وكيف تبدو معها إجراءات الطوارئ حتى الآن؟ يعني في الحقيقة بعد أن وصلت الحمم البركانية إلى شاطئ المحيط الأطلسي، في هذه اللحظات قامت السلطات بفرض حظر على مسافة تقريبا أو دائرة بقطر 3.5 كيلومترات على السكان، يمنع على السكان الخروج من منازلهم بسبب الدخان المتصاعد من عملية ملامسة الحمم البركانية للمياه. في المقابل يستمر البركان في نفث حممه البركانية بقوة وبسلاسة أكبر، والآن يقول العلماء أن الحمم البركانية تتجه مباشرة نحو البحر أكثر سلاسة، إذ تستخدم هذه الحمم البركانية الحمم التي أطلقت خلال الأيام العشرة الماضية، وما يسهل عملية الوصول بشكل أكبر وبشكل أسرع إلى البحر، بالتالي تدمير محاصيل أقل وتدمير منازل أقل. هذا ما يراه يقول العلماء هنا أنه شيء إيجابي أن هذه الحمم البركانية تصل إلى البحر. في المقابل بدأ يتشكل ما يطلق عليه لسان بحري أو دلتا في البحر بسبب الحمم البركانية، إذ أن كمية الحمم التي وصلت إلى البحر بدأت بتشكيل جزر وبدأت بتشكيل أرخبيل جديد وبدأت تكسب مزيد من الأراضي للجزيرة. إذن نحن أمام ظاهرة جديدة هنا في هذه الجزيرة، إذ أن الجزيرة تكتسب المزيد من الأراضي كما يقول العلماء هنا. حتى هذه اللحظة الرياح القوية التي تسمعونها وهي تتجه نحو الغرب تأخذ السموم وتأخذ الدخان المنبعث من عملية التفاعل ما بين الحمم والبحر باتجاه الغرب باتجاه المحيط، أي أن هذه السحب لا تتجه نحو الجزيرة، بالتالي المراصد هنا تقول أن الهواء حتى هذه اللحظة لا يوجد به أي مخاطر صحية، لكن عملية فرض الإغلاق والحظر هي من باب الاحتياط في حال تغيرت الريح وعادت الدخان إلى المناطق السكنية. إليك. نعم، من جزيرة لا بالما مراسلنا معاذ حامد، شكرا جزيلا.